فضيلة الشيخ، قلتم أتابكم الله إن الذي يجيز الحكم بغير ما أنزل الله يكون مرتدا، فكيف إذا لم يجز ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما أنزل الله وجعل هذه القوانين مكان الشريعة وحمل الناس عليها وعاقب من يخرج عليها ومن دعا إلى تحكيم شرع الله؟ هذا ظاهره كفر، ظاهره كفر أكبر، ولكن الجزم بذلك محل نظر، لأنه قد يدعي أنه فعل ذلك لأن الشعوب لا تقبل ذلك، أو لأن الدولة التي هو رئيسها لا تطاوعه في ذلك، وهو يعلم أن هذا باطل وأن هذا منكر، ويعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، ويعلم أن حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى وطاعة الشيطان وإيثار الدنيا ونحو ذلك، ولا يستحيل ذلك، فهو محل نظر، تكفيره محل نظر، وإن كان ظاهره كفر، ظاهر أحوال الدول اليوم إلا القليل، ظاهر أحوالهم كفر بالله عز وجل واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله، لكن يجب بذلك محل نظر إذا كان يدعي أنه لا يجيز بذلك، وأنه يرى أن الحكم بالشريعة لازم، وأن تحكيم القوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيف وكيف وكيف، هذا هو محل نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم.